أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، مخصصها للحديث عن تفاصيل إحراق مؤسسة الشموع الصحفية وأبعاد التضييق على الحريات الصحفية والإعلامية بعدن وعدد من المحافظات. حملت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام الجهات الأمنية والسلطات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن مسؤولية ما تعرضت له من اعتداء وإحراق لمقرها. وقالت المؤسسة في بيان لها إن ما تعرضت له يأتي استكمالا لما تعرض له مقرها في صنعاء سابقا على أيدي ميليشيات الحوثي قبل 3 سنوات. يأتي هذا الاعتداء في سياق حوادث أخرى عديدة، كان آخرها استهداف مقر إذاعة بندر عدن بقذيفة RPG، بالإضافة إلى استدعاء البحث الجنائي لبعض الصحفيين لاستجوابهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من يقف خلف حوادث استهداف مقرات وسائل الإعلام في العاصمة المؤقتة عدن؟ وإلى أين تمضي الحريات الصحفية والإعلامية هناك بعد كل هذه الانتهاكات؟ نتابع التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. يحرقون كل شيء في الجنوب، ألسنة اللهب كما هي الفوضى، تحصد أكثر ما تحصد حرية الصحافة والإعلام، وتقوض قيم التعايش، وتكرس وضعا سيئا في زمن التكدس غير المسبوق للقوة والسلاح، وعلى الأخص في العاصمة السياسية المؤقتة عدن. مؤسسة الشموع التي تتخذ من المدينة الخضراء بشمال عدن مقرا لها، تعرضت فجر الخميس للاقتحام من قبل عناصر تستقل أطقما عسكرية مسلحة. هاجم المسلحون المؤسسة وموظفيها وأشعلوا النار في المطبعة والمكاتب والمحتويات الأخرى قبل أن يرحلوا مخلفين وراءهم أضرارا بالغة في الممتلكات، إلى جانب بعض الإصابات التي طالت العاملين، ومن بينهم سكرتير صحيفة أخبار اليوم محمد عبد الواسع الشرعبي. سجلت كاميرات المؤسسة واقعة الهجوم على نحو لا يعفي الجهات المعنية في العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد من القيام بواجبها إزاء هجوم ليس له من تفسير واضح سوى أنه يدل على المرحلة السوداء التي تعيشها المحافظات الجنوبية المحررة رغم الفرص المتاحة لترسيخ نفوذ الدولة والقانون. الهجوم على مؤسسة الشموع التي كان لها دور في مناهضة الإنقلابيين ودفعت ثمنا كبيرا جراء ذلك الدور ليس حدثا عارضا بل جزءا من مخطط تقويض الحياة في مدينة عدن وفقا للمراقبين. فقذائف فرق القتل المتجولة التي تجتاح العاصمة المؤقتة هاجمت هوائي إذاعة بندر عدن الترفيهية، وقبل ذلك تعرض رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بالأزرق لتهديدات وصفها هو نفسه بأنها الأخطر من بين التهديدات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية من حياته المهنية. ترسخ الهجمات المنسقة على المؤسسات الصحفية والإعلامية وعلى الرموز الإعلامية في العاصمة المؤقتة عدن الصورة ذاتها عن المدينة التي لم تهنأ يوما بلحظة استقرار وهدوء منذ تم دحر الانقلابيين منها في يوليو من العام 2015 وإنشاء قاعدة كبيرة للتحالف العربي في أطرافها الغربية تكفي لأن تستعيد المدينة هدوءها وسمعتها كأكثر مدن اليمن والمنطقة أمنا واستقرارا. مجددا ارحب بكم مشاهدينا الكرام، كما ارحب بمن ينضم الينا من عدن سيف الحاضري رئيس مؤسسه الشموع للصحافه والنشر. ارحب بك استاذ سيف، اهلا بك. اهلا بك، اهلا وسهلا بك اخي، حياكم الله. اذا استاذ سيف، بدايه دعنا نتحدث عن او حدثنا عن تفاصيل الاعتداء الذي جرى للمؤسسه بشيء من التفصيل اذا سمحت. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا شكرا لاهتمامكم بهذا الحدث المؤلم والمؤلم جدا بالنسبه لنا والكارثي. الحدث تفاجأنا في حدود الساعة 4:05 فجرا بهجوم سيارتين على متنها في حدود 20 مسلح، قامت بالاعتداء مباشرة على حراسة المبنى وكانوا 2 من الحراس، ومن ثم دخلوا إلى داخل المطابع بالشكل الذي شاهدته في المقاطع التصوير، وبعد أن أخرجونا بما فيهم أنا كنت موجود، أخرجونا إلى 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 الخارج وحطونا على على يعني حافة الجدار في صف واحد، والبنادق موجهة إلينا في حالة فعلا شعرنا فيها بأنه لحظة الأجل قد اقتربت. فنفاجأ بإدخال دبات بترول إلى المطبعة ورشها بالشكل الذي شاهدته في اللي شفته الآن في الفيديو في المقاطع على كل أرجاء المطبعة، وقاموا بالإحراق وحصل انفجار كبير جدا
ومن ثم تجهزوا بإطلاق النار علينا، إلا أن أحدهم قال لهم لم يعطوا مجدعي بإطلاق النار واتركوهم وانسحبوا من الموقع وتركوا وراءهم هذا الحادث الأليم والكارثة الكبيرة التي حملت في مصر الشموع بعدن وبالصحافة اليمنية وخاصة الصحافة في عدن. طيب على الصعيد البشري هل كان هناك أي إصابات أو قتلى؟ لدينا ثلاث إصابات، الأخ سكرتير التحرير وليد عبد الواسع الشرعي مصاب بثلاثة كسور في جدنيه، ولديه أيضا ضرر في إحدى فقرات العمود الفقري، نسأل الله له الشفاء العاجل. ولدينا إصابات طفيفة في بعض العاملين جراء الحريق الذي تم، ولكن حالة الفزع كانت حقيقة كبيرة، كانت كبيرة جدا لأن كانت مفاجأة، وحجم الهجوم كان غير متوقع ومفاجئ بأن يكون هذا الصلب وهذا الحجم الكامن على مؤسسة الشموع وعلى أثار اليوم بهذه الصورة. طيب يعني أستاذ سيف، في تفاصيل هذه الحادثة الآن، هل تلقيتم قبل ذلك تهديدات لاقتحام المؤسسة والقيام بهكذا أعمال أو ما شابه منها، أم أن الأمر جاء بالنسبة لكم مفاجئا؟ في حقيقة الأمر هي ليست الحالة الأولى اللي صارت، لكن هي الأكثر صدمة. احنا تعرضنا لاقتحامات سابقة قبل حوالي عام ونصف، كانت تحت مبررات إجراءات أمنية وتفتيش وإلى ذلك، قبلناها وتقبلناها بشكل مباشر كنوع من الإجراءات التي اتخذتها إدارة أمن عدن، ولم تسيء أنا رغم صرافتها التي حصلت، لكن قلنا لعل وعسى أن يكون الإخوان في أمن عدن لديهم إجراءات، ونظرا للتحرير والشائعات التي كانت تصدر على مؤسسة الشموع أخذناها أنها صادمة مبررة لإدارة أمن عدن. بعد ذلك حصل تفجير آخر وضعت قنبلة موجودة بجوار المبنى وأدت إلى أضرار مادية أيضا كثيرة، وبلغنا فيها الجهات الخاصة، كان هذا قبل حوالي 3 شهور أو 4 شهور. الحادث هذا الثالث وهو الأخير وهو الذي كان مؤلم وكارثي، الحادث الكبير. لكن احنا تعرضنا إلى حالة، تعرضنا على مدى 3 سنوات لحالة من التحريض المناطقي الكثير من جهات متعددة داخل عدن، وهذه كانت في محصلة الأمن هي محصلة لهذا التحريض الكبير. طيب يعني عند الاقتحام هل كان هناك وجود لعناصر أمنية تحمي المؤسسة أو شركة أو مسؤولين عن أمن المؤسسة؟ ما الذي حدث لهم؟ احنا كان لنا حارسين في البوابة، وتعرف الأخير الحارسين ماذا سيعملوا أمام أكثر من 20 مسلح في وضع مثل هذا. هل تم إشهار أي يعني بطاقة رسمية، أو هل علمتم إلى أي جهة يتبع هؤلاء؟ لا نعلم إلى حد الآن، لا نعلم إلى أي جهة يتبع هؤلاء. إحنا تواصلنا مع الأمن، حضرت أجهزة الأمن للتحقيق، حضر البحث الجنائي الآن يجري التحقيق. إلى حد الآن نحن نطالب بالجهات الأمنية بالبحث الجنائي، نطالب بالسلطة المحلية، نطالب بالحكومة بأن تبين لنا من هؤلاء الذين قدموا بزي رسمي، لكن لا نستطيع بأن نتهم أي جهة رسمية إلى حد الآن، لكن من خلال ملابسهم كان زي رسمي عسكري. أنتم بالمقابل حملتم الجهات الأمنية والسلطات المعنية في العاصمة المؤقتة مسؤولية ما يتعرض له المؤسسة تعرضت له من اعتداء وإحراق للمقر، أليس كذلك؟ نعم، نحن نحمل إدارة أمن عدن باعتبارها مسؤولة على حفظ أمننا، باعتبارها مسؤولة على حمايتنا، باعتبارها مسؤولة على أن تؤمن المؤسسة، باعتبارها مسؤولة على أن تؤمن كل مواطن داخل محافظة عدن. نحن نحمل مسؤولية أن تحقق وتبحث وتعطينا نتائج تحقيق سريعة في هذا الجانب. طيب عند تواصلكم مع الجهات المعنية الأمنية أستاذ سيف، ما هو الرد إلى الآن وإلى أين وصلوا؟ تتحدث عن البحث الجنائي، ما الذي وصلوا إليه إلى الآن؟ الآن هم أرسلوا مسؤولين البحث الجنائي الخاصين بمثل هذه الأحداث لبدأوا في إجراءات التحقيق والبحث
في مجال الفيديو والتحري عن مسار هذه المجموعات المسلحة، من أين جاءت، من أين خرجت، من أين ذهبت. هذه كلها الآن تجري فيها التحقيقات، وإحنا موعدين بأنه خلال 48 ساعة بأن نعطى نتائج أولية لهذا التحقيق، وننتظر ولا نريد أن نستعجل، نريد أن نعطي هذه الأجهزة حقها حتى لا يزال بأننا استبدنا الأحداث ووجهنا اتهاماتنا لأي طرف كان. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ سيف. أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ فتحي بن الأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. أهلا بك أستاذ فتحي. أهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله أستاذ فتحي. أنت كنت أحد المطلوبين كما أظهر منشور في صفحتك على الفيسبوك للاستجواب من قبل البحث الجنائي، ما طبيعة ما حدث بالضبط؟ الحقيقة أولا أود التوضيح أنني شخصيا ليس لي أي قضية لا مدنية ولا جنائية ولا خلاف شخصي مع أي طرف. فوجئت قبل يومين بتوجيه استدعاء من إدارة البحث الجنائي، حينما توجهنا بالسؤال إلى إدارة البحث الجنائي حول سبب هذا الاستدعاء، قالوا أن السبب هو منشورات كتبتها على الفيسبوك، واقعة غريبة عجيبة لم تحدث في تاريخ عدن، لم تحدث في تاريخ الصحافة اليمنية بشكل كامل. أولا لا ينعقد لا الاختصاص المكاني ولا النوعي للبحث الجنائي بأن وجه دعوة مساءلة أو تحقيق أو حضور لصحفي. ثانيا هناك نيابة صحافة ومطبوعات يحق لها هي فقط من توجه الاستدعاء والمساءلة لأي صحفي يمني، وخصوصا في عدن نيابة الصحافة والمطبوعات تشتغل بشكل جيد وهي من توجه الاستدعاء. الغريبة أن هذا يحدث في عدن، بينما حتى في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين، الجماعة الحوثية حينما تريد أن تستدعي صحفي أو ناشط توجه له استدعاء عبر نيابة الصحافة والمطبوعة. شاهدنا الاستدعاء بحق الأستاذ كمال الخوزاني القيادي في المؤتمر الشعبي العام وهو صحفي أيضا. شاهدنا الكثير من الصحفيين الذين اضطهدوا من قبل الجماعة الحوثي، لم تقم جماعة الحوثي باستدعائهم عبر البحث الجنائي، لكن استدعتهم عبر نيابة الصحافة والمطبوعات. الاستدعاء الذي تعرضت له هو يندرج ضمن قائمة انتهاكات تتعرض لها الصحافة العدنية في عدن، ضمن حملة ممنهجة تقوم بها السلطات الأمنية لقمع كل الأصوات المعارضة في عدن، لكل صوت يقول لا للاضطهاد، لكل صوت يقول افتحوا للسجناء، امنحوا الناس حالة من الحرية، اوقفوا حالة العبث الدائرة في عدن من قبل كل الأطراف. للأسف شديد أستطيع أقول لك أن الوضع الأمني في عدن يتدهور، والوضع الصحفي يتدهور، والوضع بشكل عام يتدهور، والمطلوب مننا كصحفيين أن نزيف الواقع وأن نكذب وأن نقول للناس بأشياء غير واقعية. واقع الناس في عدن للأسف الشديد ينحدر نحو المجهول، وطلب مننا أكثر من مرة أن نكذب، أن نقول للناس أن الوضع جيد وأن الأمور طيبة وأن هناك حالة من الاستقرار، وأخبرنا من أستاذ فتحي؟ يبدو أن هناك إشكالية في نعم، إذا كنت تسمعني تفضل أكمل لأن الصوت تقطع. لا يمكن تزييف، تسمعني؟ نعم الآن أسمعك. قلنا لهم أنه لا يمكن تزييف وعي الناس، ولا يمكن الكذب على الناس، ولا يمكن إيهام الناس بأشياء غير واقعية وغير حقيقية. لكن للأسف شديد الوضع في عدن للأسف الشديد هو وضع ميليشيات، وضع جماعات مسلحة انتهكت كل شيء وداست على الحرمات والكرامات، وداست على كل مقدرات البلد في عدن. وضع عدن مأساوي تتشارك فيه كل الأطراف، للأسف الشديد أقولها بكل وضوح وبكل صراحة. نحن كصحافة حرة ومستقلة لسنا مع أي طرف، لسنا مع هادي، ولسنا مع الشرعية، ولسنا مع التحالف، ولسنا مع أطراف الانتقالي، ولا لسنا مع أي طرف. نحن مع الناس، نحن مع حق الناس في أنها تقول كلمتها، مع حق الناس في التعبير عن رأيها، مع حق الناس في أن تعبر بشكل واضح وصريح ودقيق عن احتياجاتها. الصحافة الحرة هي من تنتصر للناس، من تنتصر لحقوق الناس. أبوابنا فتحناها للناس ولن نغلقها أبدا،
وإن شاءوا فليغلقوا الصحف، فليصادروا كل المطبوعات، لكن نحن في فضاء حر، كلمتنا سنقولها وصوتنا سيصل، ولن يستطيع أي كان أن يخمد صوتنا أو يمنعه إلا متى ملجأ إلى القتل، التدمير والانتهاك الجسدي أو ربما التصفية الجسدية. هنا ربما يخمدون أصواتنا أو يسكتوها، لكن صوت الناس سيتواصل وصوت الناس سينطلق، وصوت الناس لن يتوقف أبدا. عدن كانت ولا زالت رائدة في العمل الصحفي ورائدة في قول الحق. علي عبد الله الصالح بكل قوته بكل جبروته لن يستطع كسر الناس أبدا. حاول طوال سنوات كثيرة إخماد الحراك الجنوبي وإخماد لكنه فشل. أستاذ فتحي تفضل بالبقاء معنا في هذه الحلقة، ورحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن من جنيف، الأستاذ نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين. أهلا بك أستاذ نبيل، ما هو الموقف الذي تبديه الآن نقابة الصحفيين جراء ما يحدث من انتهاكات للحريات الصحفية؟ آخر ما حدث إحراق لمقر مؤسسة الشموع. نقابة الصحفيين موقفها دائما ثابت وواضح إذا تلك الانتهاكات، وهو الموقف الصريح بأن الإدانة شديدة لمثل تلك الجرائم وتعتبرها ضمن جرائم ضد الإنسانية، وأيضا باعتبار أن الصحافة والصحفيين يعني هم لديهم حصانة من تلك الانتهاكات التي تمس الحريات الصحفية وتمس أيضا ما تبقى أو من ملامح العمل الصحفي أو الحريات الصحفية الهشة في الأساس خلال الفترة الماضية. لكن هناك توحش الآن نزاع الصحفيين، خاصة بعد أكثر من حادثة إحراق مؤسسة الشموع، وهذه ليست المرة الأولى للاعتداء عليها واقتحامها، إضافة إلى ما تعرض له الزميل فتحي من استدعاء بشكل مستفز وغير قانوني وبدون أي مبرر، وليست جهة مخولة أيضا حتى بالتحقيق معه، بل ومحاولة تحويل القضية إلى ما يشبه كأنها قضية جنائية، وبالتالي هذه الأساليب هي أساليب الأجهزة القمعية المعروفة. يعني كلنا نعرف أن الصحفيين كانوا يستدعون بحجج واهية وفي خاصة في مثل هذه الظروف. أضف إلى ذلك أن هناك الزميل عوض كشميم ما زال مخفي قسرا منذ 10 أيام ولا أحد يعرف مصيره، وتصلنا معلومة أنه يتعرض للتعذيب والإهانة والإذلال، ولكن ولا نعرف ما أين مكان اعتقاله، بالإضافة إلى أيضا ما حدث لإذاعة بندر عدن. وأنا أعتقد أن حملة الترهيب التي يتعرض لها خاصة الزميل فتحي بحكم أنه يعني صوت قوي ومسموع ولديه حضور يعني لدى الرأي العام، دائما أنا أقف هذه الأمر بأن هذه الحملة ضد الصحفيين دائما لها ما بعدها. لعلكم تتذكرون كيف دخلت الجماعة الحوثية إلى العاصمة صنعاء، وأول شيء بدأت به ومحاربة الصحفيين واعتقالهم وأيضا تكميم أفواههم وإرهابهم، وبعدها حصل ما حصل من الانقلاب على الدولة وأيضا الحرب البشعة التي قادتها على الشعب اليمني. بالتالي دائما حينما تبدأ أي جماعة أو أي جهة بالمشارعة أو رفع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين، هذا مؤشر على أنها لديها نوايا سيئة فيما بعد، لأنها تريد أن تلجم الأصوات حتى لا تظهر الانتهاكات التي سترتكبها قادمة. معروف أن الصحفيين هم شهود الحقيقة، ومعروف أنهم هم حلقة الوصل بين الرأي العام وبين ما يحدث على الأرض، وبالتالي أي جماعة دائما تفكر بقمع الصحفيين قبل أن تقدم على ارتكاب ما قد يكون مسيئا للحريات العامة بشكل عام. نعم. وما قد يسلم. تفضل. نعم أستاذ نبيل، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أعود إلى أستاذ سيف الحاضري، والمعذرة على الإطالة أستاذ سيف. إذا الآن مع تمنياتنا بالسلامة للزملاء المصابين، على يعني على الصعيد المادي ما هي خسائر المؤسسة وما الذي تنوون فعله الآن بعد هذا الاستهداف؟ في حقيقة الأمر الخسائر المادية للمؤسسة باهظة، يعني المطابع المؤسسة تعتبر الآن حكم المنتهية تماما، وهي كانت بعد ما استولى الحوثيون على مركز المؤسسة في صنعاء وعلى مبانيها ومطابعها الرئيسية ومخازنها وممتلكاتها في صنعاء، كان لنا هذا الفرع
الذي من خلاله واصلنا مشوار هذه المؤسسه والعمل الصحفي اللي حصل في عدن حقيقه بالنسبه لنا كارثي. ما زلنا نزين الاضرار والتي اتوقع بان المطبعات تبررت بشكل كبير جدا لا يؤهلها للعمل في الوقت الراهن على الاقل، لكن اعتقد بانه اضرار سابحه كبيره جدا وقد تتجاوز هذه الاضرار المليون دولار بعد الاضرار التي تعرضنا لها في صنعاء. وضع المؤسسه حقيقه اصبح الان صعب جدا، ونسال الله منه السلامه ومنه التعويض من الله سبحانه وتعالى. اذا اشكرك استاذ سيف الحضري رئيس مؤسسه الشموع للصحافه ونشعر على تواجدك معنا، وتمنيات لي الزملاء ولكم جميعا السلامة والشفاء. بالعودة إليك أستاذ فتحي، إذا الآن المشهد العام في عدن على المستوى الإعلامي يبدو هناك تجاذبات في الفضاء الإلكتروني ربما وفي الصحافة، وهناك أيضا استهداف للصحفيين والإعلاميين، وهناك من يطالب بنوع من يعني عقلنة الخطاب بشكل عام في البلاد، كيف تتابع كل ذلك؟ الحقيقة أن من يفكر أولا باستهداف الصحافة في كتم صوت الصحافة هو شخص أما مجنون أو غبي أو يعيش خارج نطاق الواقع. الصحافة صارت تويتر، صارت فيسبوك، صارت منشورة الواتساب، ممكن أن تكتب منشور ويصل خلال ساعة واحدة إلى أكثر من 200 ألف شخص، شيء يتجاوز موضوع الصحافة المطبوعة وشيء يتجاوز عمل المكاتب أو المقرات أو إحراقها أو تدميرها أو ده. الصحافة صارت فضاء مفتوح لا يمكن تقييده لا من قبل أي جهات أمنية ولا قمعية ولا ميليشيا ولا خلاف، لكن في المجمل يجب أن تتحلى الصحافة بخطاب حقيقي ومتزن ووطني. نحن ندرك كلنا مثلا أن عدن تعيش ظروف أمنية صعبة وأن هناك إخفاقات على كافة المستويات سواء من ناحية الجهات الأمنية أو من ناحية الحكومة أو من ناحية كل الأطراف، لكن عامة أساسا الصحفي داخل اليمن هو يخشى على نفسه، لذلك يحاول بقدر الإمكان أن يبتعد عن القضايا الشائكة، يبتعد عن القضايا التي ممكن أن تعرضه لاستهداف. لكن في المقابل هو لا يستطيع أن يمنع صوت الناس، لا يستطيع أن يمنع أن الناس تتحدث أو أن تقول رأيها أو أن يستعرض معاناة السجناء أو الانتهاكات الحقوقية أو التعذيب أو هناك قضايا ملحة على الصحفي. أنا مثلا في عدن حينما أذهب صباحا إلى مقر الصحيفة أفاجئ أن أمام مقر الصحيفة 10 إلى 15 شخص، كل شخص لديه قضية، هذا أخذوا سيارته وهذا أخذوا أرضيته وهذا سجنوا ابنه وهذا. من الصعب أن تقول للناس لا تتحدثوا أو تقول لهم لا أنا مش قادر مثلا أعرض قضاياكم بالمطلق. أنت إذا قلت لهم أنا لا أستطيع بسبب الظرف الأمني أو بسبب الاستهداف معناه أنت لا تقدم صحافة حقيقية وحرة. لكن في المقابل بعض السلطات الأمنية وبعض الأطراف النافذة في عدن أو في حتى أي محافظة يمنية أخرى لا تفهم خصوصية الناس، لا تفهم خصوصية الصحافة، الصحافة هي مجرد مرآة عاكسة للواقع، الصحافة لا تأتي بشيء من رأسها أو تستهدف لغرض سياسي أو شيء، لا الصحافة هي تنقل ما ترى على أرض الواقع إلى الناس، تنقل ما يحدث بشكل مفصل، ولكن للأسف الشديد هم لا يفهمون هذا الشيء. أشكرك رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأستاذ فتحي بن الأزرق، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك بسؤال أخير أستاذ نبيل، أمام كل ذلك، أمام كل ما يجري بالنسبة للصحفيين من استهداف، من اختطاف، من تعذيب، من قتل أيضا، ومن استهداف لمقرات الوسائل الإعلام، ما الذي يمكن القيام به لحماية الإعلاميين؟ ما هو المطلوب من الإعلاميين لحماية أنفسهم ابتداء؟ أولا على الحكومة الشرعية وأجهزة الأمن في محافظة عدن وفي محافظة حضرموت والأجهزة الإدارية والسياسية تحمل مسؤولياتها. إذا كانت هذه الجماعات المسلحة
أو التشكيلات المسلحة هي في الأساس تحت مظلة الحكومة الشرعية، وإن كانت شكليا عليها أن تتعمل المسؤولية إذا ما قامت. هذه المناطق مناطق محررة، وبالتالي الحكومة هي ملزمة. وأيضا حتى تلك الجهات مثلا أجهزة الأمن في محافظة عدن، اللواء شلال وغيره من القيادات الأمنية اللي هي المعينة من قبل الحكومة، عليها أن تتحمل مسؤولية، لأن المسؤولية الأولى والأخيرة ملقاة على عاتقها. وأيضا أحب أن أقول على الجهات التي تقف وراء تلك الجماعات المسلحة أن تتحمل مسؤولية، لأن يد القانون والعقاب وأيضا التجريم والإدانة سيطالها لاحقا، يعني الجميع يعرف ذلك. بالنسبة للصحفيين، أنا أدعو زملائي الصحفيين أولا إلى الحذر خلال هذه الفترة، لأن هناك محاولات للزج بها في معارك جانبية، وأيضا محاولة للاستخفاف وتدمير ما نعتقد أنه ما بقي من البناء الصحفي أو من الكيان الصحفي. يعني لكننا نعتقد أن عدن ستكون مكان للتعافي من هذه النعرات المنطقية والسياسية، بحيث تكون مكانا جامعا للوطن الصحفي. يعني نحن نعول على زملائنا في المحافظات الجنوبية أيضا بأن يكونوا أكثر يعني تماسك إذا هذه الهجمة، لابد أن يكون هناك تماسك إذا الصحفيين. أنا أدعو الزملاء الصحفيين في المحافظات إلى توحيد صفوفهم، على الأقل أن يتضامنوا مع بعضهم، لا أن يتركوا زميلهم للعراء أو زميلهم لتلك الانتهاكات. على الأقل التضامن والوقوف بجوارهم والتآزر فيما بينهم سيجعل الآخرين يحدون حتى أو يفكرون ألف مرة قبل الاعتداء أو يعني ارتكاب تلك الحماقات في حق الصحافة والصحفيين. أضف إلى ذلك أن المنظمات الدولية لم تقفل، هناك محاولة لإسكات الصوت الصحفي، لكن المنظمات الدولية لم تقفل، هي ترصد كل شيء. المنظمات يعني المعنية بالحقوق والحريات سوف يعني ولعلكم في لجنة الخبراء سيكون هناك، أنا أعتقد أنه في خلال المرحلة القادمة ما الإشارة إلى جانب الصحفي ووضع يعني النقاط على الحروف، وأيضا الإشارة إلى مرتكبي تلك الانتهاكات بعينهم. الآن الاتحاد الدولي والنقابات العالمية تجتمع خلال هذه الفترة لإيجاد قوانين خاصة يعني لا تقف عند إدانة الانتهاكات، بل تسعى إلى إيجاد قوانين تحاول من خلالها متابعة مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمة الدولية. أشكرك. قانوننا الآن يتم تدارجه في هذه المرحلة. أشكرك إذن أستاذ نبيل السيدي، رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف في حلقة اليوم من زوايا الحدث، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. تقبلوا تحياتي أنا والزملاء محمد عبد المغني وبقية الأفراد في طاقم العمل، إلى اللقاء.